عام جديد وبداية جديدة، نتمنى أن يحمل لكم هذا العام الصحة والسعادة والنجاح، وتتابعونا معنا في آفاق في أولى حلقات هذه السنة. لقاء مع الفنان النائم الذي يرسم أثناء نومه ولا يتذكر لوحاته. وسائقو الدراجات النارية في تونس، حب للمخاطرة وعداء للشرطة. هذا بيحدث الطائفية بعد اليوم. ومن بيروت سيت داون كوميدي، نقد سياسي واجتماعي في مسرحية غير تقليدية. المدينة لا تزال نائمة بعد موسم الاحتفالات والأعياد، ولكن هنا في لندن يولد الفن من رحم النوم أحيانا. لي هادوين رسام عرف باسم الفنان النائم، وذلك لأنه يرسم فقط أثناء نومه. إلي ملكي زار لي قبل موعد نومه للاطلاع على سر نجاح هذا الفنان. كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ بدأت عندما كنت في الرابعة أو الخامسة من العمر، وأنا في سن الرابعة كنت أستيقظ في منتصف الليل وألتقط حزمة أقلام الرسم الشمعية وأبدأ بالرسم على أرضية غرفتي وجدرانها وعلى الورق والطاولة وأغطية الطاولة المصنوعة من القماش وكذلك الصحف، وبرر والدي ذلك على أنها ظاهرة المشي أثناء النوم، وظل ذلك الاعتقاد حتى بلغت السابعة أو الثامنة من العمر، ومن ثم عرضوني على الطبيب الذي هو الآخر أعزاها إلى نفس السبب. ذلك الاعتقاد تغير في سن الرابعة عشرة عندما بدأت رسوماتي تتخذ شكلا معقدا، ففي الخامسة عشرة رسمت ثلاثة لوحات للممثلة الأمريكية مارلين مونرو، وحينها أدرك والدي والأطباء بأن ذلك يعد أكثر من أنها ظاهرة المشي أثناء النوم، وأخذوني إلى أطباء متخصصين وبدأوا برصد التطورات التي تطرأ علي، وأصبحت محط أنظار الناس على مدار 10 إلى 15 سنة. دعيت إلى مركز أدنبرا للنوم المتخصص في اضطرابات النوم، ويرى الأطباء النفسيون هنا وخارج البلاد بأن رسومات الفنية هذه ما هي إلا أعراضا لصدمة عقلية قوية أو حالة في اللاوعي، ولا يزال الأطباء في مركز أدنبرا لا يعرفون سبب هذه الظاهرة، وأنا ما زلت حتى يومنا هذا أمارس الرسم أثناء نومي. عادة ما أبدأ بالصحيان للرسم بعد ساعة ونصف إلى ساعتين من وقت نومي، وحسب ما ذكر مركز الاضطرابات النومية ذلك هو المتوسط للأفراد الذين يعانون من المشي أثناء النوم، أي تقريبا في الثانية صباحا، ولكن ذلك يعتمد على وقت ذهابي للنوم. كيف لنا أن نتأكد بأنك تقوم بالرسم فعلا خلال نومك؟ في البداية كان الأمر صعبا، ولكن مع التطور التكنولوجي الحالي بات ذلك ممكنا، وهو ما شهدته عندما كنت في مركز أدنبرا وقابلت متخصصين في العلاج النفسي. استخلص الجميع أنني في حالة من اللاوعي العميق أو ظاهرة المشي أثناء النوم. الجانب السلبي الوحيد هو أنني أعاني من صداع نصفي عند استيقاظي من النوم في اليوم التالي، فعندما أفتح عيني في الصباح لم أدرك بأنني قمت بالرسم، ولكنني أعلم بأنني قمت بشيء ما، لأن عملية تفكيري تختلف. أصاب بصداع نصفي عنيف لمدة 4 إلى 5 ساعات، وبعدها أبدأ بالتقيؤ، وبعد ساعة ينتهي الصداع النصفي. هل وجهت لك انتقادات من الأوساط الفنية؟
الكثير من النقاد الفنيين سينتقدون عملي لأن الكثير من النقاد يعتقدون بأن على الفنان أن يكون في حالة من الوعي لإنتاج عمل فني، وأنا لا أهتم لهذا الانتقاد لأنني لم أدعي بأنني فنان، وكما ذكرت مسبقا يعتمد على الفرد نفسه وتقديره للعمل النفسي، فأنا لا أبالي لما يقوله النقاد. أعتقد أن القطعة الفنية تصبح فنية في نظر من يتذوقها. نلاحظ أنك ترسم أشكالا نسائية أكثر منها أشكال الرجال، هل لهذا سبب معين؟ لا أعرف ما سبب ذلك. معظم رسوماتي هي لجنيات جميلات أو نساء، فعلماء النفس يعزون هذه الرسومات إلى طفولتي وإلى والدتي وشيء من هذا القبيل، لا أعرف تماما. رسمت هذه اللوحة قبل 6 سنوات في منزل صديقي الذي أقام حفلة باربيكيو، وفي تلك الأثناء كان صديقي يعيد بناء منزله، فهناك لوحة من الجص، وفي ذلك اليوم استيقظت في منتصف الليل وتوجهت إلى الشواية وأخذت بعضا من بقايا عظام الدجاج ومزجتها بالطلاء الأبيض والأسود الموجود، وبدأت بالرسم على لوحة الجص مستخدما عظام الدجاج. وكما ترى هناك الكثير من الدوائر، وكما ذكرت مسبقا إنها متعلقة بالكواكب وهي إحدى اللوحات المفضلة لدي. سائقو الدراجات النارية في تونس يتحدون الشرطة والمشاكل المادية والمخاطر من أجل ممارسة هوايتهم المفضلة في مجتمع بات يعرف بالعالم السري لسائقي الدراجات. الفاتورة ذي خذيتها أنا ب5 ملايين بلاش وراق، خذيتها صرفت عليها 7 ملايين باش جبت لها وراقها الأصليين وكل شيء، وليت تونسية كارت جريز أسيرونس كل شيء الحمد لله يا رب. نخدم أنا يزيد البرة، نخدم كل شيء، وهذاك غرامي الفلوس اللي ندبرهم، ناخذ الزيت ديما نتفقد الزيت المين نخليها ناقصة حتى شيء نودها ساعة ساعة نحي حاجة من الكرشي ميساش ونحطها فيها هاي. كي تبدأ هي لاباس أنا نبدأ لاباس، حتى ساعة ساعة كتيح لك بان حكاية ظريفة قطعة صغيرة ما تلقاهاش الدور والعالم. مثل نهار نحب نخرج ندور شوف الحاكم ما فماش نخرج، نحب خاطر شي حاجة اسمها موتور أعز حاجة عندي في الدنيا هذية، نبدأ فرحان بارشا كي نكبري بالموتور، خاصة جيس كي تطلع في الليل نحب نعمل حاجة حتى واحد ما عملها عمري، معناتها 21 سنة معناتها نسمى مازلت صغير، ما نخاف زاد رانا نموت معناتها في سيتي وباش نطيح ولا نموت على الموتور نبيت فرحه اذا نلقى نتغطى انا ويا ونركضوا باش نبقى بعض. الموتور تكلف لك من 5.5 وانت طالع معناتها حتى لستة سبعة توصل حتى العشرة و12 مليون موتور، فهمتني؟ تاخذها باش جيست انت تدور كل شيء، تبدا خايف من بوليس باش يجي يفك لك ما تنجمش توقفها، معناتها فما برشا حاجة معناتها هذيك تثبت لك اللي معناتها العباد ديجا قاعده تاخذ في معناتها في موتورات ولا تاخذ في حاجه ريسك
تعمل في غيسك على حياتها، تعمل في غيسك على برشا حاجات. الوغ كو معناتها كان جات معناتها الدولة نتاعنا لهنا والحاكم نتاعنا مدعمها الحكاية هذيك، راهي العباد الكل لاباس عليها. فما عباد بالحق معناها في الفترة الواحدة هذيك. ليتينيغيغ اللي نعملوه مثلا توا يجي مثلا معناتها دي اس ام اس على تليفونات واحد، معناها فهمتني، نتلموا في دار مثلا قدام دار واحد فهمتني، نتلموا من غادي كان يعب من بعد نخرجوا، كي يمشي يخرجوا يتلموا الكل معناتها نستناو الوقت يخرجوا كل مع بعضهم. فما اللي معانا بالكرا، فما اللي بالموتورات، انا ساعات بالكرا بس ساعات نخرج مع صاحب الموتور، كل مره كيفاه معناها فهمتني. من بعد حاسيلو نتعداو ونمشيو معناتها نشدوا نتعبيو ليسانس كذا ويعني بعد نخرجوا. سعيد وجمال ملاعب شابان لبنانيان، الاول محاسب والثاني مهندس. الفن والمسرح الغنائي بالنسبة لهما مجرد هواية يحاولان من خلالها مخاطبة المجتمع. سعيد وجمال قررا السير عكس التيار في بلد تتحكم فيه التيارات الدينية والسياسية، فكانت النتيجة سيت داون كوميدي، وهي عرض مسرحي غير تقليدي يجمع بين الشعر العامي والغناء والنقد السياسي والاجتماعي من خلال الكوميديا السوداء. اللبناني عايش بحبوحة، فيش لبناني ما بيسهر. جينيس بطل عنده شغلة إلا نحنا، ومنا جايتها من العجايب، ما كل العجايب نحنا. ياي اجت الفيزا. عدولة عربية وأجنبية مش مهم، المهم نفل من لبنان لنعيش. أنا بطل. بطل مولالة. أنا عتر. أنت معتر. أنا شاعر. أنا شاعر معا. أنا سعيد. أنا جمال. فكرة بلشت أنا بكتب شعر ممسرح، وعندي مسرحيتين، واحدة بال 2006 عملتها اسمه جاهز التفصيل، والثانية بال 2009 بدنا نضحك. وجمال ممثل بأكثر من 100 مسرحية، ومن ضمنهم هذه المسرحيتين اللي أنا عملهم. فجمال تعرف علي بال 2006 وحضر لي جاهز تفصيل. مظبوط، بتذكر وقتها جيت أنا قعدت بآخر كرسي بالجمهور لأنه مش عارف لا أنت مين، مع أنك ابن ضيعتي وابن العائلة بس ما بعرفك. قعدت آخر كرسي وحضرتك وتعرفت عليك بال 2006 من وراء المسرحية. عميل صهيوني. بين عليك متآمر. بين عليك متسوس. بين عليك رجعي. بين عليك انتهازي. بين عليك استغلالي. بين عليك امبريالي. الفكرة منا انه نحن في عنا مسج منتشارك نحن وشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، من الشباب، كتير مشاكل وكتير شوائب بالمجتمع، فمنحب انه نوصل على طريقتنا الخاصه. عرفوا شو اصل الاجناس واصل الواوا وكيف مباس، هو بالطائفيه في ناس بعدها بتحكي وبتفكر، وبهالبحر بيسبح كم قرش وبيعبوا سمك بالكرش، لك ما خلوا بجيبك قرش وعن رايك فيك تعبر. ما خططنا للمسير، مشينا وقلنا عطي يصير، فتنا بوكرة ببير وقلنا الله بيدبر، ما بهالبلد نحن خواريف، هيك طلعنا بالتصنيف، لحاكم غبي وسخيف منطبل ومنزمر، طلعنا بالتصنيف قرود لما رجعنا عشر جدور، بتفكر قدت موجود بس. أول ما كتبنا النص كتبناه بشكل أنه نقدمه على الرقابة من دون ما ينحذف منه شيء، ونقحنا النص كذا مرة وقريناه كذا مرة بشكل أنه مثل ما نودي ناخده. اللي صار أنه وصلت لهونيك وكانوا كتير متجاوبين، يعني حسيت في شغل بروفيشنال. كان الزلمة مسؤول عن شعبة المسرح بالرقابة ملازم أول وعنده شهادة جامعية وإنسان كثير مثقف وكان حافظ المسرحية أكثر مني، يعني أنا كنت بس كاتب النص كنت بعد ما حفظت، وصلت لقيته حافظ النص أكثر مني
وصار يعني قال لي انا ما بسمح لنفسي اني عاده اعطي راي بعمل مسرحي بيجي لعنا على الرقابي، ولكن بدي يعني اتخطى حدود صلاحياتي انه اعطي رايي بكم شغله منشان عملكم يطلع بابهى حل ممكن. بدي اخبركم خبريه، رحنا لعند البقيري، رحنا لعند البقيري تنقدم النص منشان يراقبوا لنا اياه، ومثل كل انسان عامل مسرحيه دفعنا 150 الف ليره منشان يراقبوا. شو كانوا كم شغله؟ شو كانوا كذا كم شغله؟ كانوا ثلث النص او نصفه الاخر. نحن ما في عنا وطن، عنا شركة، فبيطلع انه ممنوع تقول نحن ما في عنا وطن، يعني انه نحن مجازيا، يعني هي فكرة مجازية انه ما عنا وطن. يعني جمال عنده غنية كاملة ما عنا وطن، كمان انشالت كلها ما عنا وطن، وينو الوطن، في عنا طوايف بتولد فتن، في عنا سياسي بتجر الكراسي، وفي عنا مآسي، وفي عنا محن، وفي عنا تعاسي، وفي عنا حزن، وفي عنا زعماء من عمر الزمن، عنا طبقية وعنا تبعية وعنا طائفي بتسم البدن، وما عنا وطن. في محل تاني أنا بحكي فيه عن الهوية اللبنانية. اللبناني تاني أكتر شعب بالعالم فخور بهويته. من أول واحد؟ إسرائيل للأسف. أنا حبيت أحكي عن هذا الموضوع، إنه ليه نحن فخورين بهوية، فخورين بهوية مش عارفين شو هي. يا جماعة نحن شعب فخور بهويته. Eat Chinese, dress Italian, drive German, kiss French, drive German, smoke Cuban, and be Lebanese. هيدي ما خلاني أقولها، ما خلاني أقولها لأنه الموجودة واضحة بالدستور اللبناني إنه نحنا عنا هوية. فخورين بهوية الموجودة يعني موجودة ومذكورة في الدستور اللبناني، ولكن في بعض الناس مختلفين عنها. هذه المشكلة الأساسية، يعني كان في شخصين بالرقابة والمسؤول ومساعده، فلما المسؤول عم يقرأ النص تبعي فقال لي لا ما فيك تقول نحن ما في عنا هوية، نحن في عنا هوية واضحة وموجودة بالدستور، لبنان ذو وجه عربي. هلا مساعده قال له سيدنا بس هي كانت ذو وجه عربي بال91 بعد اتفاق الطائف صارت لبنان بلد عربي. قال له لا مش مزبوط، هي كانت لبنان بلد عربي، بعد اتفاق الطائف بال91 صارت لبنان ذو وجه عربي. هلا صار الحديث بيناتنا، انا بطلع فين هيك، قلت له سيدنا شفت ما مختلفين عليها، قال لي ما بهم ما بهم، المهم انه موجوده بالدستور، وطخ خطاش على دغري هيك. شو احلى مثلا ان يكون من بريطانيا العظمى؟ ايوه قد احسن ان يكون بريطانيا عظيم من لبنان فخور بهويته، بس لا فشر انا اهم منه للبريطاني العظيم.
أنا ذكي وحربوق ومحتال ومش هين كذب دب دجل بهبش بفنس بلوفك وبحتال وبزعبر على الدولة وبشد أدخن مرة وبشرب كحول مثل المي بشفط ومفيم سيارتي وين ما تزتني بجواب. في قصيدة بقول فيها يمكن بكرة يصير فلان رئيس الجمهورية وبنفس الليلة علان وزير الداخلية، كمان ممنوع تقول ونتخبى مثل الدجاج من رصاص الابتهال، فطلع انه ممنوع تقول يمكن بكره يصير فلان رئيس جمهوريه وبنفس الليله علان وزير داخليه، مع انه انا لما كتبت انه ما فيها شيء انه مش 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 موجهه لهم اي اهانه، انه يمكن بكره يصير، انه عاده قالوا نحن اي حدا بيطلع بنقوس له مثل ما بتعرف، فكمان هيدي الملاعب وغيرناها. فيك تحط يمكن بكره يصير فلان رئيس بلديه وبذات الليلة علان وزير، تلك مفتوحة ليه بزمستيك؟ هل هذا ما حدث معك في الرقابة؟ حرفيا حرفيا يعني قلت له سيدنا أنا مش عم سمي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس الحالي، أنا عم أقول أنه رئيس جمهورية يعني ممكن مش بلبنان بحي الله دولة. قال يا أخي هيدا المقام أرجوك ما تدق لنا فيه. طلع عرس وبذات الليلة علان وزير الداخلية، قال يا خي هود المقامين أرجوك خي ما تدق لنا فيهم. قلت له طب سيدنا مش مشكلة منحط يمكن فلان يصير رئيس البلدية وبذات الليلة علان وزير الخارجية، يا خي هود ثلاث مقامات أرجوك ما تدق لنا فيهم، اتركها وزير أوبن أحسن. انت ليه كتير كلاسيك بشعرك؟ ليه متشائم؟ ليه بتنا هيك بنبني وطن؟ نحن هيك بنبني وطن؟ دفنتوا للبنان؟ ليه بزمستيك؟ دفنتوا للبنان؟ قلت له طب سيدنا مع انه انا يعني انا شخصيا اللي يعني الهدف الاساسي من هيدي المسرحيه هو اني بدي ابني وطن. انا عم بحكي ما عنا وطن من حرقه قلبي، مش انه لانه بزمستيك وانا بدي ادفنه للبنان. يا جماعه نحن مجتمع متأخر، العالم صاروا بمطرح تاني وبعده هالذكي اللبناني عم بفكر بأكبر منقوشي بالعالم بأطول زنغوطة بالعالم. نحن عنا شيخ وبيك ومير وخوري، نحن كتير علينا أن يحكمنا السوري، نحن إيراني سعودي فرنسي وتركي، نحن طوايف بتولي حرب بتكي، نحنا ما في عنا دولة عنا شركة بدي احكي. تعطيني شغلة وحدة بس شغلة وحدة تخليني اتفائل. انت فيك تعطيني شغلة وحدة؟ ليه 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 بزمستيك يا حبيبي لبنان مغارة شعيتك كانت طلعت من عجائب الدنيا السبعة. ما كل العجائب نحنا صوتت على فكرة؟ لا هيدي اهم قضية وطنية. شفت قلة خطيتك لوين ودتنا؟ المنتخب اللبناني ربح المنتخب الكوري بتصفيات العالم، طلع اللبناني بضايل اكتر من الكوري وبعدك عم تنق. الثورات بتصير بكل العالم الا عنا. ابنا من حبه للوطن والخليجية بحبوه اكتر منا، صاروا مشتريين نصه. بيروت بعد فيها 53 عقار فاضي بما فيهم الباركينج. هذا ليه بدهم مستهلك عجقه؟ عم بتنق على العجقه؟ 50,000 ضابط سرعه اجوا بنهار واحد، وين العجقه؟ ولا ولا طلع عندنا بترول بالبحر وبعدك عم بتنق؟ ليه بدهم مستهلك؟ ما في شغل؟ مش مزبوط البنشارجي حد بيتي مش عم بلحق. طائفيه؟ هذا بيحكي بالطائفية بعد اليوم؟ ما في طائفية. جوز من غير دينك مين مانعك؟ هيدا قبرص فشخة. ليه بس مستين؟ والدولة بتعترف لك فيه؟ حرية؟ ولأمريكا فيها حسبين. فرنسا فيها أربعة. سويسرا فيها حسب واحد. نحن عنا 25 حزب عدا عن الجمعيات واللقاءات والنوادي والروابط والهيئات والتجمعات والنقابات وال اسمع سعيد، هل أنت سعيد؟ ما هو
بقول لي انت ممنوع تستخدم كلمه كلمه ممنوع مصنع. ممنوع منعا باتا نجيب سيرتها. هذه اسم على مسمى عشو اسمك سعيدا. انت سعيد ومتعب يا سعيد الشوم. نحن بنتمنى انه الشيء اللي عم نحكيه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. يمكن كلنا بنحلم بالتغيير، يمكن كلنا بنحلم ببلد ما في طائفية، ما في فساد، ما في رشوة، ما في عمالة. الشيء الوحيد اللي نحن قادرين نعمله اليوم هو نحكي بطريقتنا الخاصة ونكسر روتين الوضع التعبان بلبنان بضحكة صغيرة. يا ريت فينا نغير. كل إنسان لبناني بينزل على مظاهرة كرمال زعيم سياسي أو زعيم طائفي، وما بينزل على مظاهرة كرمال البنزين أو الخبز ممنوع يقول فيه غلا. كل إنسان لبناني بينتخب زعيم طائفته ممنوع يقول لا للطائفية. في شاعر بيقول إنه أتمنى أن أجد وطني أفضل قليلاً عندما أموت، أتمنى أن يكون وطني أفضل قليلاً مما وجدته عندما ولدت. فهذا اللي عم نجرب نعمله، نتركه أحسن شوي، نجرب نغير. يمكن هذا العمل يحضروه 2003 يغيروا ثلاثة، يغير ثلاثة. بس إذا غيرت ثلاثة بلبنان ممكن توفر حرب أهلية يعني. لحظة. سؤال. هالمنجر والطابق من أول ما فتنا من حمله شو إني هودي؟ هودي؟ هودي علامة استفهام. هكذا نصل إلى نهاية حلقة أفاق لهذا الأسبوع. تابعونا على صفحة أفاق على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. انتظرونا الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية. إلى اللقاء.